هل بعد صدور المحكمة بعدم دستورية القانون الخاص بتنظيم العملية الانتخابية داخل النقابات، وليس فقط هو مقصورا عن النقابة، هل بهذا النص أو بهذا القانون أصبح كل المجالس الموجودة في كل النقابات هوات شرعية، يعني ملاش أي شرعية؟ تمام؟ ومن ثم لماذا لم يتم إلى الآن عقد جمعيات عمومية للاستعدادات للإجراءات؟ يا سيدي، نحن في مظلة ثورة وفي مظلة أحكام عسكرية، وصدر بيان من المجلس العسكري بأن النقابات تستمر على ما هي عليه. تمام. فهذا هو الذي يجب. موضوع القانون 100 كان موضوع سابق على الثورة. لاز بعض الذين لازوا من إخواننا الذين تراهم الآن إلى القضاء. ولو الأمر هذا الوضوح كان القضاء حكم. رفعوا قضية أمام المحكمة اللي كان بيقرأ منها زميلنا دي، ولم يجيبهم القضاء. لأن المادة 135 بتقول في حال الحكم ببطلان المجلس. حال الحكم ببطلان المجلس بيتدخل رئيس محكمة الاستئناف وبيفرض الحراسة القضائية. فلجأوا الراجل رئيس محكمة الاستئناف، لجأ له الأستاذ محمد الضماطي، ولجأ له الأستاذ خالد أبو كريشة، ولجأ له الأستاذ طوسن، ولجأ له مجلس نقابة المحامين قاطبة بأوراق رسمية، وقال له يا فندم تعالى خد النقابة عليك. السلام عليكم وبركاته. لجأنا المحكمة الإدارية العليا يفتح الله، لجأنا المحكمة مش عارف ايه يفتح الله. كل ما يقال الآن من الزملاء استنتاجا، وهناك فرق بين الحق وبين استنتاج الحق، وبين الحقيقة وبين استنتاج الحقيقة. نحن الآن ليست هدفنا في نقابة المحامين المحامون الشرفاء الغيرون على نقابتهم وعلى ان تستمر سفينة. لو انت حبيت يعني تصطفي مجلس مش هتلاقي افضل من الموجودين حاليا حقيقة. خالد ابو كريشة ثلاث دورات متصل نقابي، وابوه كان نقيب سوهاج يعني للنخاع. استاذ طوسن الاستاذ طوسن راجل معروف طول عمره انه كان ضد النظام الفاسد، وراجل تبع الاخوان المسلمين، وراجل ادي له رابع دوره دي او ثالث دوره نقابي حتى النخاع. احنا كلما دخلت بيهم الاحتجاج بالعكس انت لو جبت هنا استغفر الله يا رب، لو انت عينت يتم صدر مرسوم الهي بتعيين جبريل نقيبا للمحامين هيعملوا عليه جمعه غضب. هيختلفوا عليه. ايوه، امه طبيعتها الاختلاف. احنا تعرف ايه اللي عمل الغوغائيه دي عندنا؟ ان النقابه بتاعتنا يعني شوف نقابه الصحفيين، عشان تتأكد انت في نقابه الصحفيين عايز امك تكون دعيالك وزعيالك نبي، واخد بالك؟ يعني مش اي حد يقيد. انت عشان تقيد في نقابه المحامين ما عليك، بكره تجيب شهاده مضروبه من اي كليه وتعدى على النقابه هنا السبع تاخد كادمين. في الدنيا ده ساب لك ايه بقى على مدار السنوات الاخيره؟ اذا هو ده اللي هتسبب البلبله داخل الائتلافات. سايب لك ناس اولا ضعاف المجموع، ناس مش عارف ايه، ناس لا يتكسبون من مهنه المحاماه، ناس لا يتكسبون الا من الجلوس هنا فقط، واحد داخل يعمل طلب يقلبه، واحد داخل مش عارف في قضيه يصطادوا. هؤلاء هم الذين الان يقودون نقابه المحامين، صوتهم عالي. وانا بنصح المحامي لما يجي في الجمعيه العموميه يختار اعضاء المجلس يجيبوا له سبع سرعة فريد كده جنبيهم يختار معاهم حاجه بتاعت اللي قاعدين في النقابه. كان في فتره سابقه دكتور ابراهيم كان في دعوه لتنقيه القشور بتاعته. نقي يعني كيف اذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ انت بتنقي الكوبايه دي وفي سرسوب داخلها بايظ، هتنقي مين؟ انت عايز توصد الابواب مقصدة، أبواب المقصدة اللي يدخل يكون حصل على جيد، يكون تم قبوله من مجلس نقابة المحامين، أن يكون صحيا لائق، أن يكون عامل دبلومة، أن يكون كذا، شروط مش قاسية، معقولة زي القضاء. هتجيب بقى هتصطفي من إيه المحامين؟ أنت عندك كل سنة 30,000 محامي، مش ممكن بنعرف مش هنقدر نراجع عليهم. لما تقفل الباب تنقي بقى، لكن كيف تنقي في ظل هذه الفوضى؟ فانا عايز اقول لك اللي انا بقوله لك ده مش هيقوله حد بالصراحه دي، لان هنا في مافيا، بس انا طبعا قدهم، انا اعرف اجابه المافيا دي، فهم عارفين اني اعرف اجابهم، ما حدش يقدر يتكلم معايا. لكن ما يقدرش واحد ده هو عشان يرضي المحامين يقول لك ايه انا مستقيل. طب ما تستقيل ما تمشي، فاهم انا؟ اللي خايف يمشي، فاهم انا؟ لكن احنا دلوقتي بنقول لا، الموضوع مش ان ابراهيم يمشي ويجي. انا بقول لك انا المجلس الموجود ده قلما يعني قلما اجابني في طلب،
وبختلف معاهم جدا يعني، لكن انا هم افضل مني 10000 مره يعني، انا اقل واحد فيهم حقيقه، هم اعظم مني الاف المرات. سمعت عارف عنك دكتور، مش شفافيه. صور ده عليك النص عشان ما